كل الشكر للرعاه اللي ساهموا في حضورنا كومبيتكس 2018، اومن من اتش بي، هايبر اكس، ثيرمال تيك، وسيتي سنتر دوت جو. مرحبا، اليوم احنا ببوث MSI وبدنا نغطي معظم المنتجات الموجوده هون ابتداء باللابتوب. شوفوا اللابتوبز اللي قدامي مخصصه للانتاج العام، يعني للاستعمالات العامه، ممكن تلعب عليها العاب خفيفه، ممكن تعمل عليها مونتاج، ولكن مش هي لابتوبات العاب ولا لابتوبات انتاج محتوى. ليش؟ مبين من تصميمها، تصميمها الاليجنت، جايه كلها بفينش الومنيوم، خفيفه جدا، نحكي قاعدين على اقل من 2 كيلو. اللابتوب نفسه شوفوا ما ارفعه، لابتوب خرافي من ناحيه الشكل. عليه شوف مثلا مواصفاته، عليه 8 جنريشن i5 i7 بروسيسور، يعني مواصفاته حديثه. الامكس 150 اللي هو كرت الشاشه تبع انفيديا اللي بيجي بين ال 1030 وال 1050، مواصفاته كويسه. 14 انش الشاشه اصغر، هاي للناس اللي بدها تشتغل، يعني الناس اللي بتحمله بتحمل لابتوبات كثير وبتشتغل عليها كثير. الشاشه تبعته IPS اللي هو 1080p، وكمان بوصل لحد 10 ساعات البطاريه تبعته، فاستخداماته كويس كثير. بعدين الكلر بوست فيه او النقاء وضوح الالوان على الشاشه ممتاز جدا. خلينا نشوف الموديلات الثانيه كمان منه ونحكي عنها بزياده. بدون ما نشوف نشوف الموديلات الثانيه، هي بتختلف بس بمواصفات واسعار مختلفه، بس الشيء العام بينهم انه خفيفه الوزن، رفيعه جدا، وعليها مواصفات كويسه. خلينا نروح على اللابتوب الثانيه ونشوف شو فيها. طيب اللابتوب اللي هون اللي هو اسمه الجي اس 65 ستيلث الثين، اللي بيستخدم الماكس كيو ديزاين من انفيديا. اكبر ميزه لهاللابتوب اللي قدامنا اللي هي التبريد القوي جدا تبعه، اللي هو بسموه دوال موديولز فور سي بي يو اند جي بي يو. في عندنا ثلاث مراوح عليه، اللي عليها 47 بليد وعليها مواصفات اخرى، واربعه هيت بايبس. شايفين توزيع الثلاث مراوح مع الهيت بايبس اللي بتعمل لوب كامله للسي بي يو والجي بي يو مع بعض. كرت الشاشه اللي هو الماكس كيو ديزاين من انفيديا اللي حكينا بيكون رفيع جدا، فمواصفاته كالتالي. في عندنا الجيل الثامن الاي 7 بروسيسور اللي عاده بيكون 8750، الجي 4 جي تي اكس 1070 8 جيجا بايت بهالسماكه القليله هاي، 15.6 144 الشاشه تبعته اللي هي تي ان بانل مش اي بي اس بانل. شو في عندها؟ عفوا اي بي اس بانل مش تي ان بانل، عشان هيك هي اي بي اس. وبيحكوا ان اس اي انه اقوى لابتوب 1070 موجود بالسوق حاليا. حجمه صراحه صغير، خربت انا الدنيا. باقي المواصفات، الباتري تبعته 8 ساعات وزياده للبطاريه، فهاي فيتشر كويسه للابتوب جيمنج. ما بعرف بالجيمنج بالضبط اذا، يعني بنضطر نجربه عشان نشوف اذا اموره كويسه بالجيمنج بالنسبه للبطاريه ولا لا. مستمرين بجوله اللابتوب. شوفوا في عندنا اكثر من لابتوب هون، اللي هو الجي اي 63 ريدر ار جي بي، وفي عندنا الجي بي 63 ليبر. بغض النظر عن مواصفات اللابتوب، هي مواصفاتها كويسه كلها، جيل ثامن اي 7 1070 120 هرتز الشاشه، مواصفات ممتازه بتتوقعها من اي لابتوب جيمنج. الفيتشر اللي بدي احكي عنه مش بس مواصفات اللابتوب، شوفوا معظم اللابتوبس رفيعه وفيها مواصفات ممتازه، ولكن اللي بدي احكي عنه هو الام اس اي اب بلاير. عاملين حمله ام اس اي بالفتره هاي اللي هي ترو جيمنج بسموها، اللي هو معظم الناس هالايام تلعب العاب على الموبايل، بس شاشه الموبايل عاملتهم تحديات كبيره، خصوصا مع تراجع مبيعات التابلتس. ام اس اي عاملين شيء اسمه ام اس اي اب بلاير، اللي بيخليك تلعب اي شيء على اندرويد، في منها اوبتمايزد، معظم الالعاب لحد 12 جيم او 12 اب من الموبايل عندك تلعبها على شاشه الكمبيوتر. وانا برايي هاي من افضل الفيتشرز اللي ممكن اي حدا يقدمها الفتره هاي، لانها زي الكلاود كومبيوتينج، بس شريحه الناس اللي بيلعبوا على الموبايل كبيره جدا، بس تحدي حجم الشاشه، خصوصا انه صارت العاب الموبايل الجرافكس تبعتها تزيد. فهاي اللابتوب بالهاردوير كاباسيتي تبعتها اللي هي 8 جنريشن 1070 بلا 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 120 هرتز وكيبورد ار جي بي، رائعه جدا كهاردوير، وبتشتغل تمام بالمجال، مجال البي سي اللي احنا بنعمل فيه. ولكن الاب بلاير تبع ام اس اي خطوه ممتازه في مستقبل جديد في الالعاب. اوكي، حكينا عن اللابتوبات اللي هناك وانها رفيعه وخفيفه وكل شيء، هاللابتوب عكسها تماما، لانه لابتوب عليه اي 9 بروسيسور، اي 9 1080 جرافيك كارد او كرتين 1070 اس ال اي، بتنقي يا اما 1080 في مودلز 1080 واحد لحاله او كرتين 1070 اس ال اي. شاشه 17 انش فول اتش دي 120 هرتز، 3 ملي سكند ريسبونس تايم تبعها، طبعا ار جي بي كيبورد، بيجي عليها
2 M.2 SSDs خيارات، وخيار واحد لتخزين قرص ميكانيكي، فأنت خيارات تعملوا ريدينج أو وطبعا بدعم انتل أوبتين. ف مش قادر شو بدي احكي لكم اكثر من هيك. i9 سي بي يو، i9 عفوا لابتوب، ولكن طبعا مع حجمه بيجي معه 2 بريكس شاحنين عشان يكفي الطاقه الهائله اللي بده اياها 1080 مع i9 بروسيسور. اوكي، هاي السكشن مخصصه لللابتوبس تبعت الورك ستيشنز، يعني المخصصه لانتاج المحتوى. فبنلاحظ شوي اختلف التصميم، بعده رفيع، بعده elegant، بس رايح للسواد اكثر، بطل ار جي بي، باكلت الكبسات باكلت ولكن بطل ار جي بي. بس الاشياء اللي عليها هي بتبلش بانتل i7 بروسيسور، او يعني هذا اللابتوب اللي قدامنا عليه i7 بروسيسور مع كرت شاشه كوادرو اللي هو P4200 لغايات انتاج المحتوى. طبعا لانه لانتاج محتوى عليه 2 سلوتس بتوصل ل 64 جيجا بايت، مش بس 32 جيجا بايت، يعني عاده اللابتوبس اللي ب 2 سلوتس الرام بتوصل 32، ولكن هذا بوصل ل 64 عشان برامج ال 3D والرندرنج والى اخره. الموديلات الثانيه ما راح نلفلف عليها، بس راح احكي لكم مواصفاتها. بتبدل السي بي يو بدل i7 الى زيون بروسيسور اللي هو مخصص لانتاج المحتوى والورك ستيشن. كل بتسال وين راحت كروت الشاشه، هيها اما ساي قاعدين بيعملوا مايننج، تعالوا اورجيكم عاملين حركه لطيفه ام اس اي، بورجيكم انه تقدر تعمل مايننج حتى على لابتوب. فكل المايننج سيت اب اللي شايفينه هون شغال على لابتوبس، فلابتوب موصول بمايننج سيت اب. بورجيك انه في عندك اكسترنال جي بي يوز شغاله بانكلوجر موصوله على ثاندر بولت، بامكانك تعمل مايننج على كرت الشاشه على اللابتوب نفسه. نفس المبدا اللي هو مبدا كيف نركب كرت شاشه خارجي على لابتوب عن طريق الثاندر بولت باللابتوبس الحديثه، عاده بكون في انكلوجر محطوط فيه كرت شاشه خارجي بنوصل الثاندر بولت ونستعمله للالعاب تبعتنا او اي ابلكيشنز ثانيه. فا هيها كرت الشاشه.